السلام عليكم. السلام عليكم، حد سامعني؟ عليكم السلام يا دكتور، سامع حضرتك. تمام. واحنا كنا عملنا شير كونتنت تحت على اليمين عند السهم. شير ريبورت، شير ابلكيشن سكرين، شير ابلكيشن سكرين. تمام، شير ابلكيشن سكرين، ابلكيشن ويندو. كده انا شيرت ال تمام شيرت الاكزام اللي هو البراكتس اكزام، شايفينه؟ ايوه جاي يا دكتور. بداية كده الدكتور تبقى بس اعمل زوم. نعم، اعمل بس زوم من تحت، بس زوم. من تحت. حاضر حاضر. كويس، ممتاز أوي. طيب الحمد لله. حد بداية عنده أي سؤال في حاجة؟ لا تمام. طيب بالنسبة للامتحان، أنا مش عارف، ما عنديش أي انستراكشن لسه، هيبقى شكله والفورمات بتاعته إزاي، بس مبدئيا أنا اتصرفت بناء على الإكزام بتاع الترم اللي فات. افترضت ان هو مالتيبل تشويس كويشنز وحطيت براكتس اكزام بيزد اون ذس. وارد ان الامور تتغير، وارد ما اعرفش، بس مبدئيا هو ده اللي عندي. دي ذا بيست جيس سو فار اي هاف سو فار. بالنسبه للامتحان، انا حاطط حوالي 29 سؤال. ده براكتس اكسرسايز، براكتس اكزام يعني، مالتيبل تشويس كويشنز كلهم. بداية شوز ذا بيست انسر، فبيست دي كلمة مهمة شوية. ممكن يبقى عندي كذا يعني مالتيبل ليجيتيمت انسرز، اني فيهم البيست، اني فيهم احسن حل، يعني ممكن يبقى عندي كذا حل، بس ايه، وات از ذا بيست سولوشن، وات از ذا بيست انسر. ف ات از نوت شوز ذا اونلي انسر، ات از ذا بيست انسر. حبيت بس اركز على كلمة بيست دي. الامتحان هيبقى فيه جزء عملي وجزء نظري. الأسئلة الأولانية دي نظري، هي عايز أعرف أنت عارف يعني إيه كونفيدشواليتي ولا لأ، الكلام ده يعني. فده جزء يصنف إنه نظري، مش مسائل تتحل، مش عملي. وفي جزء عملي تحت أبص عليه ديتيلز. هو أنا حاطط 29 سؤال، ممكن يزيدوا في الامتحان، ممكن يقلوا حسب الوقت وحسب طبيعة الأسئلة اللي هتيجي، بس ده الأفرج يعني. أبص عليهم كلهم ولا أبص على المهم الأول وبرجع للأقل أهمية؟ يعني في حاجات ممكن تحلها بنفسك، أنا شايف كده. الجزء النظري ده تقدر تحله بنفسك، بس في مسائل، يعني في مسألة رقم 5 يعني. حد بص على الامتحان ده بداية؟ حد بص عليه خالص قبل ما نبدأ؟ أنا بصيت عليه. في عندك سؤال فيه ولا حاجة في الأربع أسئلة الأولانيين دول؟ وأنا بس عايز أعرف الفرق بين الأربعة، اللي هي إزاي أعرف في السؤال نفسه إن أنا أعرف ليه كونفيدنت ولا أنا عارفهم كمسمى، اللي أنا عاملين سكيورتي مسألة زي ار اس اي او غيرها يعني، ولكن هنا انا مش
هو السؤال بيقول ايه؟ قال اول واحد اليس فورجد يعني زورت، زور واحد، زور السيجنتشر بتاع بني ادم تاني، ده يعتبر ايه؟ داتا انتجريتي. ده داتا انتجريتي. ده كده هو كده عمل فايوليت داتا انتجريتي بوليسي. يبقى دي اول واحده اللي هي طب امتى تي تبقى كونفيدنشالي او افيلابيلتي؟ فايوليتي. لا تبص على وراها، ماشي. ما فيش وراها. لو كونفيدنشاليتي، لو انا قلت ان انا قريت المسج بتاعتك من غير ما انت تديني بيرميشن، I gained لازم access to يديكم your بيرميشن يعني. I gained access to your computer without your permission to read your files. To read your files. فده على طول كده انا اخدت violated confidentiality. لو قلت لك to modify your files يبقى دي على طول data integrity. لو انا قلت لك ان انا عملت I gained access to your computer and changed your password، دي على طول كده بن target الافيلابيلتي، لان انا مش مخلي لك اكسس للكمبيوتر بتاعك اني مور، خلاص طلعتك بره. تمام. لو اي جيند اكسس يور كمبيوتر وخلصت الموضوع ده، وان بقت مشكله اكسس كنترول. تمام. فحسب حسب الجمله كلها شكلها ازاي. سكيورتي رقم اثنين، انا في رقم اثنين. سكيورتي براكتس ريكوايرز any user given minimum privilege to perform tasks. الحل بتاعها طبعا مين؟ انا مديله minimum least privilege، يبقى ده principle of what؟ least privilege اللي هي رقم B. تمام. sum of all possible رقم ثلاثة، sum of all possible points in a system where adversaries may attack the system is called. attack ايه؟ attack surface. تمام. the traffic analysis is a class of traffic. ايه هو traffic analysis؟ عشان انا عايز اعرف في ترافيك اناليسيس مين بعت لمين، السندر والريسيفر، وبعته ايه، ساعه كام، سايز كذا، كل القصه دي. انا ما بغيرش في الحاجه، انا بس عايز اعرف مين بعت لمين، امتى، قد ايه. فده يتصنف باسيف ولا اكتف اتاك، ده ولا دوناي سيرفيس ولا نون ريبيتيشن. نون ريبيتيشن كلمه بعيده جدا. نون ريبيتيشن يعني انكار ان واحد بعت مثلا وانكر، ملهاش دخل بالقصه اللي احنا بنحكيها، ولا حتى denial of service. انا بس هنا passive attacks. تمام. ده يتصنف على انه ايه، بس نبص على المسألة الرقم خمسة. security policy of a password protected computer system requires الباسورد بتاعت السايز اللينكس بتاعها كام؟ ها اللينك مكتوب، حد قرا مسألة؟ ما حضرتك يا دكتور بيقول لك ان الباسورد 5 كاركتر. 5 كاركترز، كويس. يبقى ادي اول معلومة، 5 كاركترز، اختارهم من الحروف من ال A لل Z ومن ال 0 لل 9. كم يبقى انا عندي كم سيمبل كده بختار منه؟ من ال A لل Z 26 حرف، 6 ومن ال 36 36، بختار خمسة من 36 وقايل الريبيتيشن الاوت، يبقى كل حرف من الخمسة الباسورد عندي 36 اختيار. لكل حرف عندي كام؟ 36 اختيار. يبقى الباسورد لو انا هعمل بروت فورس اتاك اجينست الباسورد، محتاج اخمن خمس حروف كل حرف 36. يعني هقول بروت فورس اتاك تايم هيتساوي الاختيارات اللي عندي 36 لكل حرف، صح؟
وانا عندي خمس حروف يبقى تو ذا باور اوف 5 36 في 36 خمس مرات يعني 36 تو ذا باور اوف 5 صح؟ دي كل الاختيارات اللي عندي تمام؟ ده كل هضربها بقى في عدد الشهور في عدد السنين في عدد الايام ممكن ما بضربهاش في عدد الشهور بضربها في التايم بضربها في التايم التايم every possibility requires some time التايم بتاع يعني انا عندي 36 to the power of 5 to the power of 5 trials كل ترايل محتاجه 2 من 10 مللي سكند اضربها في 2 من 10 مللي سكند في تايمز يعني 0.2 ودي مللي سكند اضربها في 10 ناقص 3 تبقى بالسكند كده صح؟ يبقى انا ضربتها في الوقت ده يطلع لي بروت فورس اتاك تايم ده يطلع محسوب باليونت بتاعتي ايه؟ بالثواني ثواني هيطلع رقم كبير جدا هقسمه على هقسم بقى عايز احول الثواني لسنين هو هنا اي حاجه ايه؟ هاو ماتش تايم ماشي عايز احوله لسنين عشان احوله لسنين اقسم الثواني على 60 تتحول لايه؟ لمينتس وبعد كده اقسم على 60 ثانيه تتحول لاورز بعدين اقسم على 24 تتحول لايام بعدين اقسم على 3 6 5 تطلع سنين يبقى الرقم كده يطلع بيساوي years صح؟ يعني انا هنا الوقت ده محسوب بايه؟ بالسكند عدد المحاولات وكل محاوله احتاجت 2 من 10 مللي سكند النتيجه طلعت بال 2 من 10 مللي سكند النتيجه طلعت كده سكند هقسمه بقى على 60 اتحولت لدقائق حسبته على 60 ثانيه اتحولت ل اورز على 24 ايام على 365 بقت سنين انا ما بضربش في 60 انا قاسم عليها حتى اهو هاخد دي انا احسبها ما اعرفش بالاله الحاسبه عندي اله حاسبه هنا اهي يبقى انت هتحتاج في الامتحان ده انا حاسبه واقول 36 to the power of infinity exponent دي to the power of 5 يساوي رقم ضخم هضربه في 0.2 بقت ملي سكند هقسمه على 1000 بقت سكند بعدين اقسمه على 60 في 60 اللي هي 3600 على 3600 يساوي كذا طلعت كده ساعات هقسم على 24 تطلع ايام طب لو ضربت في 24 تاني يحصل هي طالعه اهي 3.4 اورز ما هي 3.35 يبقى الحل بتاعي مين؟ ما ده كده بالساعات الحل بتاعي مين هنا؟ الانسر 3.4 اورز يبقى انا مش محتاج اقسم على الاستين دول كده خالص اصلا حولتها ثلاث ساعات بس وهنا اورز اهي وتطلع اللي هي 3.4 اورز 3.35 اللي هي 3.4 مع تقريبا اللي هي تشويس بي تمام في استفسار هنا دكتور معلش عندي سؤال اتفضل هو 10 اس سالب 3 دي اللي هي ان انا بقسم يعني على ايه بالظبط معلش الجزء بتاع 10 هنا مكتوب استنى مكتوب هنا ايه ملي سكند طيب عشان احولها لسكند قسمت السكند تساوي 10 اس 3 يعني الثانيه فيها 1000 ملي ثانيه تمام ملي ثانيه واحد على 1000 ملي ثانيه عشان احول عشان ده كده المنظر اللي انت اللي انا الهايلايت ده كده ان سكندز لو انا هنا بس لحد كده هنا من بوينت 2 يعني ان ملي سكند ده كده ملي سكند فضربت في 10 اس 3 عشان احولها لسكند بعدين على 60 بقت مينت بقى على 60 بقت اورز تطلع الرقم ده نعم كان في سؤال تاني
طيب هنا مونو الفابيتك بقى سيستم يوزر سيلكت سيكريت ذات از ا بيرميتيشن اوف 26 انجلش الفابيتك كاركترز تو انكريبت ا مسج ذا يوزر سبستيوت. انا بشرح الالجوريثم المفروض ان انت عارفه يعني لحد هنا كده، ده شرح المونو الفابيتك بيشتغل ازاي. تو ديكريبت ا مسج كذا، وات از ذا ميجر ميجر اتاك ويكنس ان ذا سيستم. ايه الميجر ويكنس ان ذا سيستم؟ احنا خدناها في الفصل اللي هي ايه؟ يعني ايه تشرح حضرتك بالميجر ويكنس؟ ايه الميجر اتاك اجينست السيستم ده ضعيف في ايه؟ ايه مشكلته؟ ايه الاتاك اللي ممكن يحصل ضده؟ نعم الصوت صعب ما فهمتش. نعم العيوب عيوبه يعني. ايوه ايه مشكلته؟ ايه يعني ده السيستم ده يتكسر في ثواني لان في عيب خطير جدا. الاتاك بتاعه الاتاك ضد السيستم ده سكسسفل في ثواني لان في عيب اهو. مشكلته اهي الويكنس الضعف بتاعه اللي هي التشويس دي بلين تكست كاركتر فريكوانسي انفورميشن transferred to the cipher text. تمام الله اكبر. في سؤال هنا تاني؟ لا تمام. تمام. If a cipher has classical encryption using the system what is the هنا دي مساله هسيبك تحل تستمتع بقى مع نفسك. هتاخد مني وقت هنا واصلا الحل بتاعها هعمل لها ماتريكس 5 في 5 التيبل. ايوه التيبل والكلام ده وتعملها وتظبط كل حرفين اول حاجه حرفين. نعم هقسمه حرفين حرفين. ايوه هي دي الاول بتاخد الكي. فين الكي بتاعي؟ الكي اهو. بتريموف كل الريداندنت، هتريموف كل الريبيتد كاركتر يعني هتشيل الاس دي وهتشيل كمان السي وهتشيل كمان الاي والال طبعا السبيس الاي هتفضل السي هتتشال الار هتفضل الواي والبي والكي الاي هتتشال وبالتالي الان هتتشال صح؟ يبقى هو ده اللي هتحطه بدايه في التيبل. الاي والجي بيتحطوا مع بعض في وان سيل وتكمل بعد كده ببقيه الحروف وتحلها زي ما موجوده. المثال موجود في السلايدز يعني موجود في كل حته مش هيزعجك يعني. هتحلها وتشوف واحد من دول هو الحل، واحد من الاربعه دول هم الحل بتاعك بس. تمام. What is the cipher text of the plain text كذا. ده شغال مين في جنير؟ برضه في جنير خدناها مش هحلها دي، خدناها في الفصل. بيحصل ان انا بحط بجمع الكي زائد البلين تكست مدة 26 بجمع الكي نعم مدة 26 مود 26 صح. يبقى انت كده تمام يطلع سايفر تكست المفروض يطلع واحده من دول فور ذا تريبلز بلاديجرام ان فيجر 1 وات از ذا اوردر اوف بروت فورس اتاك ايفورت. لو انا عندي كي 1 بتساوي الكي 3 ما بتساويش كي 2 يعني عندي كي 1 وكي 3 زي بعض وكي 2 هي المختلفه. يبقى انا عندي هاو ميني باسبل كي هاو ميني ديفرنت كيز هنا 56 في 2 ايوه 128 بتس يعني 2128 ده لا 2110 تمام 56 في 2 ب 110 تمام كده. فيجر 2 ديمونستريت ديكريبشن بروسيس ان سي بي سي اف دي سايفر تكست از كوربتد. لو سي 1 باظت يعني انا باخد بص بعمل ايه؟ السورس بيعمل انكريبشن يجنريت سي 1 سي 2 سي 3 لحد سي ان بيبعت السايفر تكست ده للديستنيشن. ديورنج ترانزميشن السي 1 حصل فيها تغيير حصل فيها تعيير تعديل كوربتد يبقى سي 1 كوربتد. طيب السؤال هاو ماني بلين تكست ويل بي افكتد باي ذا ريسيفر. الريسيفر بقى انا جالي سي 1 غلط اكيد البي 1 كمان هتطلع غلط يعني صح؟ واكيد
انا هاخد سي 2 مظبوطه ما فيهاش مشاكل، اعمل لها انكريبشن يطلع اللي هنا الاجابه اكيوريت، بس لما اعمل لك اكلوسيف اور مع سي 1 يبقى بي 2 كمان لازم تبقى غلط، يبقى بي 1 اند بي 2 والبي رونج، ذا ريست مش افكتد، يبقى هاو ماني بلين تكست والبي افكتد اونلي 2 مع اي 2 هنا اللي هي سي، يبقى الحل بتاع مين؟ معلش ممكن تاني بس ارسم الكلام دي يعني نشرحها تاني. اللي مرسوم هنا مين؟ الدايجرام ده مرسوم بتاع مين؟ سي بي سي، ده بتاع الديستنيشن صح؟ اه ده بتاع الديستنيشن. الديستنيشن وصلت له سي 1 حد عادل فيها ديورنج ترانزميشن او نتورك ايرور، يعني سي 1 وصلتني غلط. هو كلمه ترانزميشن دي يعني في ايرور في المسج بتاع الكريبت، ايرور ديورنج ترانزميشن، ديورنج ببعتها من السورس للديستنيشن خلال عمليه البعثات دي يعني الدليفري الترانزميشن فروم سورس ديستنيشن اوفر ذا نتورك، حصل مشكله سواء بقى انتشنال او مشكله نتورك. انا عرفت منين بقى ان في مشكله حصلت؟ هو ده اللي بسال فيه. يعني انا بقول لك اف اقرا السؤال، اف اقرا راس السؤال، فيجر تو ديمونستريت كذا، اف سي 1 از كوربتد ديورنج ترانزميشن، دي معناها ايه الجمله دي؟ اه خلاص تمام معلش ما خدتش بالي. يبقى سي 1 وصلتني غلط تمام، يبقى اكيد بي 1 هتتحسب غلط. ايوه خلاص ده وبي 2 خلاص لغايه بي ان غلط بس خلاص. نعم قلت اخر حاجه ما سمعتش. يبقى كل البيهات اللي هتبقى غلط لان جاي لي من الانكريبت غلط، حصل كوربت في الطريق في النص. يعني انت دلوقتي بتقول ان الانسر بتاعك ايه؟ اول بلين تكست بي افكتد. تو بلين تكست ويل بي افكتد يا دكتور. صح كده صح كده. ليه؟ بص سي 1 بي 2 هي معتمده على سي 1 بس. ايوه بي 3 معتمد على سي 2، ما حدش جاب سي 2 انها باظت ولا ما باظتش، ماليش دعوه بيها. يعني بي 3 بعد كده اللي هنا دي بي 3 لو يعني هكمل الرسمه، بي 3 معتمد على سي 2 مش معتمد على سي 1. يبقى اونلي بي 1 اند بي 2 ويل بي افكتد. الانسر بتاعي ده تمام؟ هسيب بقى الجزء النظري تو بروتكت اجينست ترافيك اناليسيز اتاك. ترافيك اناليسيز يبقى لازم استخدم لينك انكريبشن، ده جزء نظري يعني. لو كان عندنا معلش يا دكتور في المساله بي 3 تبقى 3 بلين تكست والبي افكتد. مساله لو عندنا في المساله اللي فاتت دي اللي هي بتاعت سي بي سي، لو كان عندنا رسمه لا بص بص، لو انا الرسمه بتاعتي هنا كده موجود سي 3 بعمل لها ديكريبشن وبيطلع بي 3 تمام. طب بي 3 هتعتمد على مين؟ هتعتمد على سي 3 وسي 2 صح؟ اه. حد جاب سيره سي 2 وسي 3؟ لا هو بيتكلم على سي 1 صح؟ يعني بي 3 ماليش دعوه بيها، بي 3 تطلع صح كده، ما حدش قال ان سي 2 وسي 3 فيهم مشاكل، فيهم ايروز صح؟ ايوه بس هي تقريبا طالما الاولى غلط فكل البلين تكست اللي هيبقى جاي بعد كده هيبقى غلط. ما ده اللي انا بقوله لك بقى، الكلام ده مش مظبوط. لو البلين التكست الاولاني لو سي 1 غلط، لو سي 1 غلط ده بيأثر على بي 1 وبي 2 بس. بص سي طيب ايه علاقه سي 1 ببي 3؟ سي 1 ببي 3 ايه علاقه؟ ملهاش علاقه بس هي ليها علاقه بسي 2. لا مالهاش علاقه بسي 2، دي علاقه ببي 2. اه ليها علاقه ببي 2 صح. سي 2 مظبوطه، ما حدش اقرب من حيطها. ايوه خلاص فهمت. تمام؟ اه فهمت تمام. رقم 12 انكربشن سيستم يوزز ادفانس انكربشن ستاندرد، ما اعرفش ويز كي لينث 256 بت وبلين تكست كذا. سيستم يوزز نقرا المساله دي، نقرا المساله دي. يبقى انا بستخدم الادفانس انكربشن ستاندرد والكي بتاعي 256 بت والبلوك سايز بتاعي 128 بت. السيستم يوزز
a processing machine that has four processors. يبقى انا عندي كمبيوتر parallel machine that has four processors running in parallel and each processor can perform AES in 0.1 millisecond. يبقى كل encryption بيتم بياخد محتاج مني 0.1 millisecond. How long does it take to perform encryption message 800 bits؟ هما 800 bits دول كام؟ ال 800 بيتس كام بلوك؟ اعمل ايه عشان احسب نمبر اوف بلوكس؟ اقسم 800 على 256؟ اقسمها على كي سايز ولا على بلين تكست بلوك سايز؟ على كي لينث. وانا بقسم المسج لكيس ولا بقسم ايه اللي بيخش؟ ايه الداتا اللي داخله لي؟ الداتا اللي انا ماليش دخل، يعني ايه الداتا اللي داخله لي دلوقتي؟ بلين تكست. انا داخل لي داتا وكي. المسج داتا، اقسم المسج لبلين تكست بلوك داتا، صح؟ صح صح. يبقى هقسم على كام؟ 128. يبقى 800 هقسمها انا اهو، 800 على 128 تطلع كام بقى؟ شوف 800 ديفايدد باي 128 يساوي، يبقى انا عندي كام بلوك؟ ستة وربع. اعمل ايه في الربع ده يعني؟ اهمله بادي. يعني انا عندي ستة بلوك كومبليت، هيقوم كام بلوك هم؟ بادي وربع يبقى سبعة. يبقى عندي نعم؟ ستة وربع يبقى سبعة. اعمل بادي يبقى سبعة بلوكس. عندي فور بروسيسورز، انا عندي سبع مسائل وعندي اربعة طلبة، كل طالب يحل كام مسألة؟ مسألتين. في طلبة هيحل مسألة لوحده، بس في ثلاثة طلبة هيحلوا ثلاثة في اثنين بستة، وواحد هيحل مسألة لوحده، بس الأوفرول تايم كام؟ مسألتين لكل طالب، صح؟ صح. كل طالب بيحتاج 0.1 ملي سكند، كل بروسيسور بيحتاج 0.1 ملي سكند عشان يحسب، يبقى أنا محتاج التايم بتاعي كام؟ To complete the task. هيبقى محتاج 2 ملي سكند. 0.2 هي 0.1 تبقى 0.2 ملي سكند. تمام. يبقى الحاجه يعني. ايوه الانسر بتاعك بي، صح كده؟ معلش انا مش فاهم، بس انا عرفت البانج اللي هو 7 بلوك، بعد كده بنعمل ايه بقى؟ انت سيبك بقى، عندك 7 تاسكس 7 وعندك 4 عمال، هتقسم السبعة على الأربعة عمال. العامل عشان يعمل التاسك، البروسيسور ده عشان يعمل التاسك محتاج 0.1 ملي سكند. الشغلانة دي تاخد منك وقت قد إيه؟ الشغلانة دي هتاخد مني وقت أكبر إمكانية يعملها البروسيسور واحد، اللي هو كل واحد هيبقى اتنين واتنين وواحد هيبقى اتنين، لأن هم كلهم شغالين بره. صح. اتنين في كام بقى؟ كل بروسيسور هياخد اتنين تاسك. 0.1 ملي سكند. كاس خلاص. يبقى الحل بتاعك 0.2 ملي سكند، صح؟ اتنين فوق 0.1. انا برضه مش فاهمها برضه، انا اسف. بص سيبك من البروسيسور، انت عندك في البيت بتاعك سبع غرف عايز تبيضهم. تمام. البيت بتاعك سبع غرف عايز تبيضهم، تمام؟ جبت اربع عمال يبيضهم. العامل بيقدر يبيض اوضه في يوم، هتحتاج تمام. منك كام يوم شغل؟ عايز كام يوم شغل؟ اربع ايام، اربع اوض. يا جدع سبع اوض واربع عمال. سبع اوض، سبع ايام. سبع اوض اربع يوم. العامل بيض عملتها ازاي؟ يومين جم ازاي؟ قسمت السبعه على اربعه.
يطلع اتنين، يبقى كل عامل هيبيض، في عامل هيشتغل اقل، في عامل هيشتغل نص يوم ويقعد يريح، انما الثلاثه التانيين هيشتغلوا يومين كاملين. بس هو يعني ده بعد نفسه، ما انا بس اجيب انت البلوك تطلع على اربعه، تطلع اتنين بس، هنا بدل ما يوم بقت بوينت ملي سكند، بوينت 1 ملي سكند، يبقى اتنين في بوينت 1 ملي سكند. تمام 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 قوي. تو يوزرز رقم 13 بقى، تو يوزرز كوميونيكيت وذ بابليك كي، يوزر اي هاز بابليك كي كذا اند برايفت كي كذا، يوزر بي هاز بابليك كي كذا برايفت كي كذا، بوث يوزرز نو ذا بابليك كي اوف ايتش اذر. If user A wants send confidential. طيب انا عايز ابعت، user A عايز يبعت confidential message to B، يعمل لها encryption بايه بقى؟ private. يا سبحان الله، بالبرايفت بتاع مين؟ بتاع sender. حلو، مين اللي يقدر يفكها؟ هو بس. تتفك بايه؟ تتفك بايه؟ لو انا عملت encryption بالبرايفت بتاع السندر تتفك بايه؟ بالبابليك بتاع ال، يبقى كل الناس شايفاها كده يا عم، يبقى كل الناس كده شايفاها، ما بقتش كونفيدنشال، دي بقى داتا انتجريتي او اوثنتيكيشن يعني، صح؟ ايوه تمام. انما كونفيدنشاليتي عايز واحد بس اللي يقدر يفكها، اللي هو الديستنيشن، يفكها بالبرايفت كي بتاعه، يبقى عاملها انكريبشن بايه؟ بالبابليك بتاع الديستنيشن بتاع بي، بعمل لها انكريبشن بالبابليك بتاع بي، البابليك بتاع بي اللي هو كي بي يو اللي هي الانسر سي، صح؟ هو اليو دي اللي هي يرمز ليه، اللي هو اليو يعني سيبك من اليرمز ولا ما يرمز، انا قايل لك ان البابليك كي بتاع بي اسمه كي بي يو، مكتوبه فوق في سطر اليوزر بي هاز بابليك كي كي بي يو. تمام، بس فانا قلت لك اهو، بس ان جنرال، ان جنرال يو فروم بابليك وبي فروم برايفت، بي اللي هي بن يعني فروم برايفت. تمام، ار اقصد ار برايفت بس. اللي وراه ار اس اي جيفن برايمز بي ان كيو والاي ب 13، دي مساله ار اس اي تيبيكال يعني، ولازم تيجي في اي امتحان، موضوع منتهي يعني، بس بارقام غير، بصوا الامتحان هيجي شبه ده بس الارقام غير، وال يعني مش هكرر، مش هجيب بي 19 و11 ثاني خلاص كده يعني، او هكررهم واغير الاي يعني، لازم المساله بتيجي بس بارقام غير، بس هي قريبه من نفس الفكره دي. تمام، ار اس اي جيفن تو برايمز بي ان كيو والاي بكذا ديترمينز ذا بابليك اند برايفت. طيب نبدا نحسب، احنا خدنا القصه دي بقى، بنحسب اول حاجه اسمها ايه؟ البي في كيو تايمز كيو، انا احسب بالاول حاجه، عارف دي 181 دي ولا كام؟ ب 209 209 تمام، انا حاسبه، انا حاسبه بس، والفاي اوف 180 10 في 18 180 تمام. يبقى البابليك هو الاي دي، البابليك هسمي الاي دي هي البابليك بتاعي، البابليك اللي هو الاي والان اللي هي هتساوي مين؟ هتساوي 13 والان بكام؟ 209. دي على طول كده تطلع لك مين بره القصه دي، انت تطلع لك ال 180 دي، خلصت ال 180 دي غلط اللي هي الانسر سي. ايوه صح تمام. طيب 13 و209 طلع صح، هي في الثلاثه، يبقى واحده من الثلاثه دول. نبدا نحسب البرايفت، الدي بتساوي مين؟ الدي في الاي بتساوي، نعم قول. تمام، كنت اقول القانون بس خلاص. القانون اهو. طيب كام، كام في الاي مودفاي ان يدي لك واحد؟ لحظه يا دكتور كده، انا كام في، كام يعني ايه ال 13 في كام مود 180 تدي لك واحد؟ بص ممكن تعمل الاتي، خليك سمارت، خد الارقام موجوده اهي،
61 97 23 ممكن تعملها باكورد. 97 اللي جت معايا خلاص يبقى 97 9 7 في تايمز كام؟ كانت 13 يساوي مود 180 180 بس هي دي يبقى دي بتساوي 100 كام قلنا 97 يبقى البرايفت بتاعك يبقى الحل اهو ده الحل واضح كده احنا ما خدناش الجمل فالمساله دي هشيلها بره معلش ما خدناش خدناش الجمل الجوريزم فالمساله دي هشيلها بره خالص رقم كام دي رقم 15 تمام هنشيل الجمل دي بره شيل اللي تحتها كمان كنت بقوله زمان بس الوقت ما سعفنيش المره دي نعم تمام refer to figure 3 اللي هو الفيجر اللي احنا شايفينه البديع دوت to answer question 16 answer question 15 بقى ما انا غيرت شلت سؤال و 16 user A has a message M to send to user B يبقى ال user A عنده المسج دي عايز يبعتها figure data demonstrates the process where KBU public key of user B KS is one time secret key كذا ودي اللي هي الابل الرسمه ده السندر بيعمل الشغل السندر بيعمل الشغل ده تمام السندر عنده مسج بياخد يعمل لها انكريبشن بسيكريت كي اسمه كي اس والكي اس دي بياخدها برضو ينكريبت البابليك كي بتاع بتاع البي تمام يبقى بيعمل انكريبشن للكي اس بالبابليك كي بتاع البي ويبعته يبقى سي 2 تمام وياخد سي 2 يعمل لها ابند مع سي 1 يطلع اللي احنا شايفينه ده سي 1 سي 2 ويبعت ده بقى اللي هيتبعت سي 1 سي 2 ده اللي هيتبعت تمام طيب الكي اس دي علشان الديستنيشن يقدر يجيبها يحسبها ازاي كي اس الديستنيشن اليوزر يقدر يحسب الكي اس انتوا تعبتوا ولا ايه؟ انا ما عنديش اجابه بس كده بص هي الكي اس انكريبتد بمين؟ بالار اس اي باستخدام ايه؟ بابليك البابليك كي بتاع الديستنيشن يبقى الديستنيشن يقدر يفكها بايه؟ بالبابليك كي بتاعه بالبرايفت كي بتاعه يبقى الديستنيشن يقدر يفك يحسب ياخد السي 2 هاخد السي 2 اعمل لها ديكريبشن بالار اس اي باستخدام الكي برايفت بتاعي هحسب منها الكي اس صح هاخد الكي اس اعمل ديكريبشن للسي 1 باستخدام الكي اس تطلع لي الان صح تمام بس هو هنا السؤال بقى ايه وات از ذا سيرفيس بروفايدد باي ذا بلاك دايجرام ده ايه السيرفيس اللي انا عندي الام بعت سي 1 وسي 2 ايه السيرفيس اللي هنا دي availability ولا data integrity ولا confidentiality ولا ايه بالظبط انهي واحده في دول انا عملت ايه الفكره ده وفر لي سيرفيس شكلها ايه دي بالظبط لان اولا confidentiality ثانيا انا بعت الكي اس للناحيه الثانيه ايوه يبقى في كي ديستريبيوشن بعت الكي اس انكريبتد للديستنيشن الديستنيشن يقدر يفكها بعت له الكي اس اهو ان سكيور واي يبقى ده برضه فيها كي ديستريبيوشن طب لو كان الكي كان بالبرايفت ساعتها هتبقى اوثنتيكيشن صح كده؟ ايوه بس انا مش هبعت الكي كل الناس تقراه ده الكي ده انا بعمل الكي ده هستخدمه لايه؟ لا هبعت الكي اللي بسال كمساله يعني لو كانت مساله يبقى ماشي اوثنتيكيشن بس هي ده يعني سيرفيس عجيبه شويه
ان انا اعمل الكي اعمل له انكريبشن بالبرايفت كي بتاعي كل الناس تقرا بره صعبه شويه، لان انا وايه اللي حصل راحت فين، لان انا كده خليت الكي بتاعي كل الناس شايفاه. يبقى اول واحده ريفيرنج تو فيجر 3 هاو كان يوزر بي ريسيفر اوبتين ذا سيكريت كي تو ديترمين، قلناها خلاص باي ديكريبتنج باي ديكريبتنج. بص اني تشويس في دول ايه يا سبحان الله، هو بيديكريبت سي 1 سي 2 بالبرايفت. ايوه سي 2 بالبرايفت اللي هي مين؟ ايوه يبقى دي سي، عشان ما كنت شايف الارقام بس. تمام كده تمام خلاص. فيجر 4 ديمونستريت ذا يوز اوف هاش الهاشينج بروفايد ذا سيجنيتشر. نعم هاشينج ده هو ده هو ده الهاش اللي هي الاتش دي ان هاشينج فانكشن. فيجر 4 ديمونستريت ذا يوز اوف هاشينج تو بروفايد ديجيتال سيجنتشر فور يوزر اي. ده هو ايه اللي بدايه كده، ده احنا بنعمل هنا ديجيتال سيجنتشر، يوزر اي عنده مسج عايز يساين المسج دي وبعتها، فبياخد بيهاش المسج يطلع له اكس هنا اهو، ياخد الاكس يعمل لها انكريبشن بالبرايفت كي بتاع يوزر اي ويابند السيجنتشر اللي طلع مسج تايجست دي مع المسج ويحطهم مع بعض ويبعتوا. يبقى ادي المسج وادي السيجنتشر بتاعتها هنا اهي، وهنا مفيش كونفيدنشاليتي ان المسج مبعوته بلين تكست اهو. هو ايه السؤال؟ فور ذس سيستم تو ريزيست اتاكس ذا فولوينج ريكويرمنت. نعم نزلها بس صفحه شويه تحت. حاضر شكرا. ايه واحد اني واحده بتقول عايش انا رسول تاني بس ناكد على ال... ممكن السؤال تاني بس شوف السؤال تاني بس. طيب لحظه اعمل حاجه هنا يمكن تساعد شويه. زي شوف اللي دي ماما في ماينس تحت على اليمين تحت خالص كده في ماينس ممكن تدوس عليه. انا مش لحظه بقى اليمين ده يعني مش في الورد تحت خالص في ماينس. ايوه ما انا مش باينه عندي. لا تحت دي ايوه في بلس ايوه دي يعني واحدة بدور. المسألة دي تريكي. والله أنا حقيقي مش عارف. ولو جات لي طيب. حاجة. حد عنده فكرة؟ وأنا فاهم السؤال بس يعني أنا عايز أفهم وعايز إيه. السؤال بيقول ده سيستم هو شغال اهو قدام ماشي، عشان السيستم دون يشتغل صح وما يسببش ريزيست اتاكس، ايه ريكويرمنت ايه المطلوب عشان السيستم دون يريزيست اتاكس؟ ايه المطلوب؟ واحده من الاربعه اللي تحت دول. خلي بالك انا عايز بيست انسر. public key of A must be kept secret. ده لازم، ده الشرط ده لازم يتحقق. اي مش عامل برايفت. نعم بس لا لا ده مش مشكله معانا. ده مش مشكله اصلا، هو اسمه public key كل الناس المفروض تبقى عارفاه. يبقى الشرط الاولاني ده بعمل له excluding، والثاني كمان هنا الشرط الثاني. نعم والثاني كمان نبعده. بص الثاني بقى ركز شويه معايا. لو هنا في مشكله ان البابليك كي اوف ايه مش معروف للريسيفر، دي دخلنا في مشكله كبيره قوي. دي دخلنا في مشكله كبيره قوي. ليه؟ ليه؟ لان اي واحد تاني يفيك يوزر ايه
ويجنريت مسج ويعمل لها هاش ويعمل لها انكريبشن ببرايفت كي بتاعه هو ويقول ده برايفت كي بتاعي بتاع اي ار. يبقى اقصد ان الشرط الثاني ده هو ليجيتيميت، ده شرط المفروض يتواجد، ده شرط المفروض يتواجد. ولو ده تواجد الاثنين اللي تحت دول ما لهمش بقى اهميه كبيره لان المسج اصلا هنا سايند خالص. الحل بتاع مين؟ كده هيبقى بي. الحل بي بس. الفيجر 5 عايز ايه فيجر 5 ده؟ خليني برضه اصغر شويه عشان اعرف اشوف كل المساله. فيجر 5 دمستريت الكي دي سي. لو مسج 3 المسج 3 اوف ذا فيجر او كان دي كان دي مش كان او كان في ريسبوندر اوثنتيكيت ذس مسج. يعني هنا بنقول للريسبوندر بي ده يتاكد ان المسج بي دي صحيحه ازاي. نشوف بقى ايه التشويس. انت شايف اني واحده في دول ستريت فورورد المفروض يعني هو قصده مثلا يخرج من بي اليوزر بي. نعم اتفضل كمل اتفضل. اليوزر بي يتاكد ان المسج رقم 3 ديا ما حدش لعب له فيها، دي مسج اوثنتيكيتد مسج، اتاكد من المعلومه دي ازاي؟ اتاكد ان المسج دي اوريجينال. ما حدش تاتش الانتجريتي بتاعتها، اتاكد ازاي؟ يعرف منين؟ رقم سي؟ كان نوت بي يا دكتور. مسج انكلود ذا سيكريت كي كي اس، طب ما ممكن حد يعدله في الكي اس اصلا. دي دي دي. دي، مسج انكريبتد بمين؟ بالشيرد كي سوري بال بالشيرد كي بتاع كي دي اس بس هي كده تمام. سامبل سيكريت كي ديستريبيوشن يوزنج بابليك كي سيستمز يوزر جنريت ا نيو بابليك كي بير ماشي اس ان بي يعني هتبقى الاجابه بي يا جدع ما انا حطينا الاجابه اهو دي ها تمام؟ ماشي في عندك سؤال لسه؟ لا زي الفل. الحمد لله. In a simple circuit key distribution using كذا user A generate كذا و A بيبعت ال public key بتاعه ال B وال identity B generate B generates ال session key. أنا هنا بـ describe key distribution بـ describe key distribution system. بقول لك يوزر A عمل البابليك كي وبعته للبي ويوزر B عمل البابليك كي بتاعه وبعته لا ما بعتوش خد عمل جنريشن سيشن كي وعمل له انكريبشن بالريسيفد بابليك كي. ايه مشكله السيستم ده؟ خدناها في الفصل خدناها ان كلاس يعني مشكلته كانت ايه؟ اللي هيكون بطيء يا سبحان الله صح. انت باصص على السكرين ولا مش باصص؟ انا باصص على السكرين. طيب انا حاطط عامل هايلايت ليه؟ عملت هايلايت ايه؟ طيب انا جاوبت قبل ما تحط يا دكتور سلكت. طيب تمام بس ده جزء نظري شرحناه في الفصل. بيبقى في يوزر سي في النص بقى يستقبل البابليك كي بتاع الايه يشيله من النتورك ويبعت بابليك كي بتاعه هو بتاع يوزر سي ويقول ده بتاع الايه. يوزر بي ما عندوش اي فكره ياخد الريسيفد بابليك كي ويجنريت سيشن كي كي اس ويبعتها ياخدها يوزر سي يفكها لان هو معاه برايفت كي وبقى هو مان ان ذا ميدل كده خلاص. فدي خدناها في الليكشر في الفصل.
مش موضوع سلو، موضوع سكيورتي هنا. تمام. فراجع الفصل، مساله اصنفها على انها مساله نظري اكتر منها مساله. ان ديفي هيلمان سيستم دي مساله ديفي هيلمان تراديشنال، هيجي واحده زيها في الامتحان طبعا فور شور. يعني كل امتحاناتي كده، كل امتحاناتي لازم فيها مساله ار اس اي باختلاف الارقام. الارقام بتبقى غير، وممكن بعض احيانا بغير في الفكره شويه ولا حاجه، بس هي لازم تيجي ديفي هيلمان تراديشنال وار اس اي لازم. بلاش تغيير ان ديفي هيلمان جيني كيوب احيانا بغير في الفكره بسيط، يعني مش نهايه الدنيا، بس يعني مع المالتيبل تشويس كويشنز ما عنديش تشويسز كتير، هيبقى في الغالب تغيير ارقام بس. فلازم تبقى عارف تحلها يعني مثلا. ولازم معاك آلة حاسبه، Alice chooses a secret value كذا وكذا. دي بنحسب من لو فاكرين، نبدا نشوف الرول بقى. في رول للكلام ده، في رولز للكلام ده. بحسب ال y a صح اكس اس اكس اي، ايوه، واحسب بالمره ال y b الفا، وعادي واحسب الشارب كي اللي هو الفا تو ذا باور اوف y a y b مود كيو. بس تطلع بقى حاجه من دول، مش فاكر تطلع ايه يعني. بس مساله سهله، حرام ان ايه نضيعها ان مش عارفين الرول. بقيت مسائل بقى كده بقت ستريت فور. وات لاير داز تي ليس اكزيست؟ طبعا بالنسبه للتشوز اللي عندي دي هتبقى ترانسبورت لاير، لا هي فيزيكال ولا داتا لينك ولا نتورك. تي ليس لما احطه ترانسبورت لاير، لما احطه برزنتيشن لاير، لما احطه ابلكيشن لاير. انما مش الثلاثه اللي فوق دول اللي يعني، يبقى انا هقول هنا ترانسبورت لاير. ان تي ليس هاو داز كلاينت اوثنتيكيت سيرفر using server certificate. فدي مسألة نظر يعني. In TLS how does server authenticate client؟ برضو using client certificate. نعم؟ العكس يعني. بس. At what layer does IPsec exist؟ Network layer. In IPsec ESP tunnel mode. وهنا دي معلم لي ليه كده اشيل ده كده. تانل مود بوث داتا تانل اي اس بي، التانل مود، التانل مود ببروتكت الهيدر والبيلود، الداتا والهيدر في التانل مود. بوث داتا ان اي بي هيدر ار انكريبتد. يبقى انا بنك اند نيو بلين تكست هيدر از ادد تو ذا باكيت فور راوتر تو ديليفر. دي شكلها صح، رقم ايه دي شكلها كده صح. Both data and IP header are protected. Encrypted routers have the encrypted. لا طبعا بي غلط. اقرا المساله هتحلها مع نفسك، ما فيهاش حاجه، بس الحل بتاعها ايه؟ For Alice to send signed encrypted email to Bob. خلي بالك من حاجتين، تعمل لها encryption علشان confidentiality، وبعمل لها signature، فمحتاج برايفت كي بتاعي فور سيجنتشر، ومحتاج البابليك كي بتاع الريسيبيانت فور confidentiality. طب انا محتاج نعم يبقى سي صح. هو عايز يعرف البابليك كي بتاعي وانا عايز اعرف البابليك كي بتاعه، يبقى محتاجين بوث certificates صح. لان انا بعمل انكريبشن بالبرايفت كي، يبقى اكيد السندر عارف البابليك كي بتاعي، هيعرفها ازاي اللي بسيرتيفيكت. طيب ونفس الكلام، انا بعمل انكريبشن بالبابليك كي عشان كونفيدنشاليتي بتاع الريسيبيانت، يبقى انا محتاج السيرتيفيكت بتاع الريسيفر. تمام. دي المساله دي اللي هي بتاعت خدنا زيها في الاكسرسايزز قبل كده، اللي هي بتاعت البادنج. بيقول لي عندي مسج بالمنظر ده، بعد الباد هيبقى شكلها ازاي. هم 4 بلس، يبقى انا هضيف 04 دي ها الاثنين هيكونوا 04 اللي هي دي صح. صح.
استنى بس في حلطة هنا. How does the block the block؟ آه تمام تمام يبقى هي دي. Suppose encryption of a block. دي المسألة اللي حليتها معكم في الفصل على فكرة. دي المسألة اللي حليتها معكم في الفصل. حليتها بتسجلها متسجل الحل بتاعها. How does the decryption احلها مرة تانية ولا نبص ولا عايزين اللي انتوا عايزينه؟ عايزين كل حاجة حل لنا. بص هو انا هنا اعمل ايه؟ الانكريبشن بيتم ازاي؟ باخد البي بعمل لها اكسكلوسيف اور مع الانكريبشن بتاع الكلام ده صح؟ طب انا عايز احسب البي اوف اي، عايز احسب البي اوف اي مش بي اي ماينس اي، عايز احسب بي اوف اي صح؟ تتحسب ازاي؟ البي اوف اي موجوده هنا، لازم افك ده الاول، لازم افك ده الاول، لازم اعمل ديكريبشن ل لحظه دكتور هو انا ينفع اقول حاجه؟ قول حاجة. ينفع اخلي كل السيهات بهات يعني اول سي اخليها بي والبي اخليها سي ويبقى ده لا ما تمشيش كده كل مرة، لا لا ما تمشيش كده كل مرة لا. ماشي. بص لو انت اخذت السي اي انا وصلني السي اي صح؟ تمام. هعمل لها اكسكلوسيف اور مع البي اوف اي بلس 1 يطلع لي مين؟ سي اوف اي يعني هاخد الاكسكلوسيف اور دي من هنا كده انا هاخد دي هاخد دي زي ما هي كده اعمل لها كوبي بيست انت كنترول سي واجي تحت هنا الحل بتاعي هكتبه هنا كده كنترول هاخد احنا خدنا قبل كده لو فاكرين لما لو انتوا فاكرين لو انتوا فاكرين كنا خدنا ايه؟ ان اكس لو بتساوي واي اكسكلوسيف اور زي دي معناها معناها ان الواي او الزي هتساوي اكس اكسكلوسيف اور واي مش كده صح؟ حد عنده اعتراض على الجمله دي؟ لا لا تمام كده حلو انا همسحه بقى اخليه مش فاهم بص انا عندي هسمي ده اكس وده واي وده هسميه زي في حد عنده اعتراض في كده؟ لا لا تمام انا بقى بغير رموز بس غير رموز بس يبقى الجزء ده اللي هو زي ده هيساوي الاكس اكسكلوسيف اور واي يعني اقدر اقول هنا ايه؟ اقدر اقول هنا يساوي واخد دي اوديها الناحيه الثانيه. ايه المشكله دي؟ لا. ها؟ واخد الكود ده كله واوديه الناحيه الثانيه. ده انكريبشن. طيب لو انا عملت ديكريبشن هنا كي بالكلام ده باستخدام مين؟ باستخدام الكي يعني. دي باستخدام الكي صح؟ والكي هخليها سبسكريبت. يعني كي هخليها سبسكريبت مش مشكله يعني دي باستخدام الكي تمام الكلام دوت هما هنا ولا ايه؟ هيبقى الانكريبشن ده راح صح؟ اعملها ستيبس ولا واضح ولا انا بتكلم بسرعه؟ لا تمام اعملها ستيبس احسن انا تمام انا كمان طيب تمام طيب يبقى لنا كده حليناها البي اي بتساوي مين بقى؟ الكلام ده كله اكسكلوسيف اور السي اي هاخد دي من هنا كده اوديها الناحيه الثانيه كنترول اكس هنا اوديها هنا كنترول بي طب انهي واحده في دول بقى؟ انهي واحده في دول؟ يعني بي اي اهي اختيار ايه؟ بتساوي سي اي ماينس 1 يبقى اكيد لا دي لا دي اهي دي يبقى الحل بتاعي مين؟ صح كده؟ اتوضحت ولا لسه؟
اعملها ستيبس لو مش واضحه عند بعضكم اعملها ستيبس. اخد ده احطه تحت كنترول سي كنترول ان كنترول بي. بعدين اجي اقول بناء على كده ان ده كنترول سي كنترول بي هيساوي ده كنترول سي احطه هنا كده بس اعدل دي فيها اعتراض كده وبناء عليه هاجي اقول ان ده بس كده هيساوي هكذا بتساوي كده هاخد دي كنترول سي كنترول في هنا احط ديكريبشن دي مين للكلام ده تمام وبناء عليه هيبقى البي اي بس بي اسوي اخد بي اخد الاول اخد بي ودي خلص اخد بي اخد الاكس هنا بس صح كده يبقى لي تشويس الحل بتاع مين تشويس في سؤال تمام كده نعم تمام 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 كده خلصت ارجع بقى لل في حد عنده سؤال في الاكزام ده البراكتس اكزام ده ولا عنده سؤال ان جنرال يعني طيب انا كده خلصت خلاص المنهج بتاعي كنت كده انا سؤال كنت 28 سؤال قول تاني نوع السؤال دول 28 انا مسحت واحد مسحت الجمل الالجوريثم الجمل الالجوريثم ما خدناهوش فعشان كده خلاص ما حلتوش يعني ففي سؤال مسحته لغيته اللي هو قال كان 15 تقريبا او حاجه زي كده ايه تاني طب هو السؤال ده يكون مترحل في الاجابات يعني كده الاجابات هتبقى مترحله صح لا 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 هو موجود بص اللي موجود الغي التشويس رقم 15 في الكويشن وفي الانسر هو زي ما هو انا الحل بتاعه زمان. حطه الاجابات هتفضل زي ما هي ما ترحلش حاجه الحل بتاعه انا حطه بس ما يعني ما قلتش تفاصيله ما علينا يعني حاجه ثانيه الاجابات عندي الاجابات مترحله كده مش الاجابات دي صح سبحان الله مش دي اللي احنا حليناها يا دكتور ايمن الاجابات معايا ايه مش هي دي اللي حليناها يعني بص حضرتك كده على سؤال 20 ممكن نرجع على سؤال 20 اه ما سؤال 20 انت بتتكلم على الحل ده ولا طيب نبص على سؤال 20 ادي سؤال 20 تمام ماله احنا لما جينا جاوبنا ما جاوبناش عليه يعني الاجابه بتاعته تبقى ايه مثلا يعني عايزين سؤال ليه اجابه يعني 21 اجابته ايه 21 اجابته اسمع. اسمع 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 اللي بوستد على بلاك بورد بي دي اف فايل ده انا ما عدلتش فيه تمام اللي موجود على بلاك بورد بي دي اف فايل ما عدلتش فيه حاجه ما كتبتش فيه حاجه فهتلاقي السؤال ده موجود هناك في البي دي اف رقم 21 والحل بتاعه في الكي بتاعك رقم 21 برضه. اه
تمام؟ وافق كده الصوره شويه. اللي بعد كده تمام، عشان ببص كده بقارن فمش لاقي لقيت اللي قارن جاي. قارن مع البي دي اف، بي دي اف بتاعك مظبوط، بي دي اف متظبطين الاثنين سوا. خلاص. طب دكتور عندي سؤال، هو حضرتك لحد دلوقتي احنا قايلين احتمال ان يكون الامتحان مثلا 25 سؤال، على اساس ان كل بوينت تكون اربع درجات عشان تبقى احنا كده قايلين 100. هل ال 25 سؤال هيكفونا في ساعه ونص هتكفيهم؟ بيفيد بيفيد، وفي الغالب بتخلص في خلال ساعه وربع كده او يمكن. بص بقى انا حلو قبل كده الامتحان بحطه بحله، ما بحطش امتحان يكفي 10 ساعات وبقول لك ساعه ونص، ما بيحصلش. ما هو انت حضرتك دكتور، احنا لسه حد ما خدناش ماجستير يعني. احنا صب دكتور يا دكتور، احنا يا ريت صب دكتور يا ابني، احنا لسه صبيان صغيرين. بص اللي احنا حليناه مع بعض ده كام سؤال؟ دول 28 سؤال حليهم في ساعه مع الشرح. اقل من ساعه، في ساعه مع الشرح. ومع الشرح. فانت طبعا بتقرا السؤال هتاخد وقت، انا فاهم كده كويس. هتقرا السؤال بياخد منك وقت. عشان لو جيت قعدت جنبنا في الامتحان هنحله في ساعه. اقعد جنبنا يا دكتور في الامتحان كده عشان الدنيا تمشي. لا لو جيت جنبكم في الامتحان هحله في نص ساعه. بس النقطه ان انت ان انا قريت الاسئله دي قبل كده وعارفها، انت بتقراها اول مره بتاخد منك وقت عشان تفهمه، وتاخد منك وقت عشان تفكر، وهتكتب وممكن تغلط وتراجع، فده محطوط في الاعتبار. تمام. تمام يا دكتور. تمام. لو عدد الاسئله زاد طبيعه الاسئله هتختلف. في حد بيقول يا دكتور نزل لنا ريكورد، في حد بيكتب في كومنت نزل لنا المحاضره على الباك بورد، المحاضره الاخيره. المحاضره اللي فاتت اللينك بتاعها بعته لزميلكم. وعرفتها. نعم. انا اصلا في جزء كده اللي هي الخمس دقائق اللي في الاول اللي احنا عبال ما بدانا ده انا بشيله، بس مع الاسف البرنامج اللي بشيل بيه بيكبر حجم الفايل، فانا حاليا بضغطه عشان ارجع ارفعه تاني. طيب اعمل كده. طيب. او زمايلك موجود، هو اللينك اصلا دي للجيست، مش محتاج بلاك بورد. طيب تمام. يوزر احطه النهارده على اصلا. اديلهم اللينك. ماشي اوكي. اللي هو الفايل سايز بتاعه 150 ميجا تقريبا، فتقدر تحمل الفايل دايركت يعني. انا قلت عشان خاطر اشيل لهم الخمس دقايق الاولانيه اللي قبل الشرح عشان لو الناس تعرف تبقى شغاله على طول يعني. بس لو كده هرفع لهم خلاص اللينك، ابعت لهم اللينك كله النهارده يعني. تمام. طب احنا هنسمع صوت حضرتك يا دكتور. نعم؟ هنسمع صوت حضرتك تاني ولا كده خلاص؟ تسمعوا ريكوردد بقى. لا كده انا خلصت. كده انا خلصت. كل سنه وانتم طيبين يعني. هو النهارده كان اخر يوم حتى خلاص نص السنه، في اجازه ابتداء من يوم 16 يناير. يعني انا ابدا الاجازه النهارده. الاجازه تبتدي بعد المحاضره دي براحتكم يعني. فانتم طيبين. الامتحانات بقى يعلن عنها زي ما يعلن عنها دي ادمن ادمنستريشن يعني، فانا ماليش دخل بيها. طب يا ريت بس قبل الامتحان مثلا دخله كده لو حد عنده اي سؤال يعني يقدر يوصل لحضرتك ازاي، بس يعني يبقى يعني انا بعد اكيد الفتره دي بقى هقعد اجمع الماده بقى واحدي واحده واحده كده على مهلي. طيب ماشي. في طريقه قبل حضرتك؟ لا. طيب اذا كنا احنا قايلين الدراسة اونلاين. طب خلاص في لا في طريقة اقابل حضرتك اونلاين اسمع صوت حضرتك يعني. اولا ده الايميل بتاعي emmohamed@tu.edu. ده الايميل صح؟ ابعت لي ان شاء الله برد. ده لو ليك ممكن تبوست كويشن على بلاك بورد حتى، بس انا اديت لان انا فرض ان في بعضكم لسه ما عندوش حساب على بلاك بورد، ودي هنحاول نحلها في خلال الشهر الجاي ده. هو فين الميل؟ اتعلم، مش هتفضل الامور كده، في خلال الاسبوع اسبوعين هتتحل الامور دي، مش هتفضل كده ان شاء الله باذن الله. الميل فين يا دكتور؟ نعم؟ الميل فين؟ هو انا مش شاير سكرين ولا ايه؟
لا حضرتك مش شايل الامتحان لسه. طب هحطه مع الامتحان. كنترول سي. ادي انا فتحت ده كده شايفين؟ ايوه هم فين هم. وبعدين ممكن اجي اكبر الفوت شويه ولا حاجه. تمام. بعت لي ان شاء الله برد باذن الله يعني. لو في سؤال ولا حاجه ولا استفسار ولا اي حاجه ولا اي كومنت. بس ما حدش يقول لي الامتحان صعب. الامتحان سهل. جيب لي امتحان سهل علشان انا مش عارف. هسمعهم شوط. انا اجيب امتحان يعني اجيب اعمل ايه طيب؟ في اسئله كده ما بقاش. هسمعهم اقول اجيب امتحان سهل. نعم؟ واسئله صعبه ان شاء الله. الاسئله هتيجي في الليفل اللي انت شفتوه النهارده. الهدف منها لا انا بجيب حاجه سهله ولا انا نجيب حاجه صعبه. الهدف منها ان في مينيمم ريكويرمنت للكورس لازم نعديه عشان ننجح. بس والكورس بس هو طلب او رجاء الدرجه بتاعت الار اس اي والديفي هيلمان تعلى شويه بس. ممكن اعمل حاجه ثانيه. ممكن اجيب المساله اكسرها على كذا مساله. يعني اكسر المساله نفسها اكسر يعني بدل ما اقول لك اعمل لي جيب لي احسب لي الانكريبشن والديكريبشن والكلام ده كله في مساله واحده. الانكريبشن كي والديكريبشن كي او البابليك برايفت كي. اقول لك احسب لي البابليك في مساله وبرايفت في مساله اللي وراها. يبقى كده ضربت الدرجه بتاعتها في اثنين. ففي حلول يعني في حلول. أربعة كده. نعم؟ 4-2 كده صح كده؟ اه. فاقصد ان في حلول للموضوع. انما 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 اللي هيحصل كل هيبقى فيه صعوبه شويه ان انا ايه ادي لكل مساله درجه غير. دي هيبقى عندي انا صعوبه في التصحيح الجامد ده. لكل مساله درجه غير دي هتبقى عندي انا فيها مشكله. في الغالب هيحصل كده. هيحصل ان انا لو عايز ازود الويت بتاع كونسبت هسال فيه كذا مره. هسال بيه ديفرنت يعني مش هسال نفس السؤال اكرر. هسال ديفرنت كويشنز فيه. ربنا المستعان. شاكرين جدا لدعم حضرتك معانا في الترم يا دكتور. لا ده شغلي. بارك الله فيك وربنا يوفقكم. اللي عنده سؤال ما يترددش يسال. لو غبت يوم ولا حاجه ما تزعلش ما تزهقش مني يعني. برد ما بهملش سؤال الا اذا كان بقى سؤال واحد يقول انا عندي ظروف ولازم انجح الكورس بس انا ما حليتش حاجه في الامتحان. طب ونعمل النجاح وصول في الامتحان بيزد على النولج بتاعتك مش بيزد على الاحتياجات. ف هقول ايه طيب؟ ربنا بقى يوفق الجميع ان شاء الله كلكم تعدوا يعني في مشاكل ان شاء الله. ممكن تعملوا امتحان دار مسنين. لا مش اقصد كده. بيبقى مثلا واحد عنده ظروف شغل عنده ظروف مرض عنده ظروف حاجه ولازم انجح عشان دي اخر ماده. لو ما نجحتش هتتلغي الدبلومه بتاعتي ولا الماجستير بتاعي. طيب ما هي ما بتمشيش اصلا بكده. والا الطالب بقى اللي هو داخلها اول مره وما سقطش وعنده لسه فرص كتيره سقطه يسقط مش محتاج ينجح السمستر ده. ما تمشيش كده. لا غلط طبعا. ما تمشيش كده. تمشي ان امتحان اتحط ليك درجه خدتها بتقيس مفروض يعني بحاول اجتهد ان الدرجه الامتحان يحط يقيس النولج بتاعتك على قد ما بقدر. عديت متشكرين ما عديت شيء. حاول تعيدها مره ثانيه عشان تحصل النولج دي بس. ربنا يوفق. ما نحتاجش كده. ربنا يوفق تعدوا كلكم وتبقى الامور سهله. انا ما بحاولش اصعب الامتحان بتاعي بس في نفس الوقت ما بحاولش اجيب امتحان يعني اهرج فيه يعني. الامتحان لازم برضو يقيس مينيمم ريكويرمنت ان الطالب ده وانا عارف الماده في حد ادنى لازم نعديه يعني. فربنا يوفقكم تمشي الامور كويس. بس البراكتس ده لو عديته فيه كويس
في الغالب هتعدي عادي، إلا إذا حصل ظروف بقى خارجة عن ظروف قهرية خارجة عن إرادة الطالب ولا حاجة. بس النورمال إن اللي لو ده اللي ده اتحصل فيه 60 70% في الغالب هتعدي برضه الامتحان الأخير. يا ربنا طيب يوفقك. دكتور ما ننساش النبي اللينك بس بتاع الفيديو بتاع النهارده. هنزله بكرة ولا حاجة. خلاص. أنا مسجلها المحاضرة دي متسجلة. أحاول أنزلها بكرة ولا حاجة. بستنى بس لما السيشن تعدي، هي أنا عاملها من 5 ل 7، فاستنى بعد كده بنزلها إن شاء الله. تمام اوكي. أي استفسار تاني؟ شكرا جدا لحضرتك. متشكر. الله يبارك فيك، ربنا يوفقك. متشكر. السلام عليكم. شوف انا حطوه عفوا يا حبيبي.